السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أيامكم بكل خير. معكم أخوكم محمد بخاري من قناة شركة بروج العقارية. بإذن الله تعالى اليوم جايينكم بعرض في منطقة بوستيفا. طبعا منطقة بوستيفا المنطقة السياحية المعروفة اللي فيها جلسات الشاهي اللي لها إطلالة جميلة على المدينة وعلى ميدان طرابزون. فبالتالي المنطقة اللي احنا موجودين فيها قريبة من الخدمات. أول شيء تبعد عن منطقة الشاهي أو جلسات الشاهي ما يقارب 5 دقائق فقط، بالإضافة أنه عندنا مطاعم جميلة جدا مرتبة قريبة من المجمع اللي أنا موجود فيها على مسافة تقريبا دقيقتين بالمشي، بالإضافة أنه عندنا كافيهات وأيضا عندنا الماركتات اللي موجودة حوالين المجمع راح تخدمكم بشكل كامل. والمجمع اللي احنا موجودين فيه اللي هو بوستيفا تاورز طبعا تتكون من عدة أبراج، راح نصور لكم اليوم بإذن الله تعالى في البلوك A شقة 3 غرف صالة مساحتها 160 متر مربع، مؤسسة أثاث كامل وجميل ومرتب. طبعا حاليا أنا موجود في الساحة الخارجية للمجمع، المنطقة هذه كلها راح تصير جلسات، بالإضافة أنه عندنا هنا مسبح راح يتم تجهيزه بالكامل أيضا، وأيضا ما ننسى أنه عندنا هنا ألعاب الأطفال والجلسات العائلية اللي موجودة في المجمع. تفضلوا معنا نشوف الشقة اللي راح نصورها لكم اللي معروضة للبيع بإذن الله تعالى. طبعاً وصلنا الآن للشقة، مثل ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله عندنا الأبواب الرئيسية، عندنا اللون الأسود معطي فخامة المكان، وهنا عندنا المدخل. طبعاً المدخل على يميننا مباشرة عندنا الدولاب، دولاب الاستقبال، وعندنا جلسة صغيرة جميلة هنا. منها نتوجه إلى الصالة، طبعاً مثل ما انتم شايفين ما شاء الله تبارك الله الأثاث فيها جميل ونظيف وراقي جداً، وأيضاً المساحة مستخدمة بشكل جميل جدا. مثل ما انتم شايفين عندنا الأجهزة الكهربائية، التلفزيون موجود، وعندنا الجلسات، الأرضيات طبعا باركيه حتى تحافظ على التدفئة أيام الشتاء، وعندنا هنا طاولة الطعام أيضا مميزة تسع تقريبا ل8 أشخاص، مرتبة الألوان أيضا ما ننسى أنه عندنا الألوان لون السحاب، وعندنا ديكورات السقف، بالإضافة أنه الشقة هذه تدفئتها على الغاز الطبيعي، هذه أيضا نقطة مهمة جدا أنه الغاز الطبيعي موجودة في المنطقة. طبعا عندنا بلكونة أمامية، تفضلوا شوفوها معايا، بلكونة هذه مشتركة بين المطبخ وبين الصالة، يعني مساحة كبيرة ما شاء الله تبارك الله جاية بشكل طولي على نصف دائري تقريبا. برضو عندنا جهاز التدفئة موجودة فيها، يعني أيام الشتاء أيضا تقدروا تجلسوا فيها، المنطقة صراحة دافية. وعندنا الجام، جام البلكون هذا بالكامل اللي هي نظام الشرائح تقدروا تفتحوها بالكامل. وما ننسى إطلالتنا الجميلة جدا على الطبيعة والمدينة والبحر، مثل ما انتم شايفين طبعا نقدر نشوف المطار من هنا، نشوف مول الفورم، حي الجامعة، صراحة مرتبة جدا. وهذه الهضبة اللي هي منطقة بوستيفا. تفضلوا معنا نتوجه من الصالة إلى المطبخ. هنا عندنا الممر، أيضا الأرضيات فيها باركيه، وعندنا ديكور السقف، ومنها نتوجه للمطبخ. طبعا المطبخ أيضا مساحتها جيدة، عندنا الألوان المستخدمة اللون الأسود وعندنا اللون الأبيض، فبالتالي تنسيق اللون فيها مميز جدا. وأيضا عندنا واجهة كاملة على البحر، إطلالة جميلة جدا على البحر وأيضا على المدينة نفسها. وهنا عندنا مدخل البلكونة اللي هي المدخل المشترك، وما ننسى أنه عندنا هنا دواليب إضافية هذه تستفيدوا منها كثير في المطبخ. تفضلوا معايا، هنا عندنا المدخل، مدخل الشقة. طبعا على يميني مباشرة عندنا دورة المياه الأولى اللي هي النظام الأرضي، وهنا عندنا الغرفة الأولى. طبعا مساحة الشقة 160 متر مربع، مثل ما انتم شايفين عندنا سريرين بالإضافة إلى دولاب، وأيضا مساحة شرحة اللي أنا واقف فيها وإطلالة جميلة على البحر. طبعا عندنا ورق الجدران أيضا موجودة فيها، وهذه دورة المياه الرئيسية تقدروا تشوفوها معايا، صراحة تنسيق الألوان جدا جميلة، عندنا اللون الكريمي مع الأبيض، الدواليب، عندنا الكلوزيت بالإضافة إلى المروش، وأيضا هنا عندنا اللي هو مكان لغسالة الملابس. منها نتوجه إلى الغرفة رقم 2، طبعا هي غرفة عاملينها غرفة أطفال فيها الألعاب تبعهم، بالإضافة إلى بلكونة أيضا مساحتها جيدة ذات إطلالة على البحر والطبيعة.
طب نطلع من الغرفة الثانية، نتوجه لغرفة النوم الرئيسية. أول ما ندخل، أول ما نشوف على يدنا اليمين عندنا هنا دورة المياه مثل ما انتم شايفين، المغسلة بالإضافة إلى الكلوزيت بالإضافة إلى المروش، دورة مياه متكاملة. وعندنا المساحة ما شاء الله تبارك الله مساحة جيدة جدا، على يسار الدولاب، وعندنا هنا التسريحة، ومثل ما انتم شايفين عندي هنا السرير بالإضافة إلى إطلالة جميلة جدا على البحر نقدر نشوفها معاكم، إطلالة جميلة جدا على البحر. أيضا عندنا الأرضيات فيها باركيه مثل ما ذكرت لكم، بالإضافة إلى شاشة تلفزيون موجودة أيضا داخل غرفة النوم الرئيسية، وأيضا نظام التدفئة أيضا موجودة داخل الشقة. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد. في نهاية الفيديو نحب نشكركم على حسن المتابعة، ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل زر الجرس حتى يوصلكم كل جديد، وأيضا المعلومات والتفاصيل دائما تجدونها في صندوق الوصف مع الأسعار. هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.